عدد كبير من الفلسطينيين داخل مخيم عين الحلوة، من بينهم 4 أطفال أشقاء، أصيبوا بحالات تسمم سببها مياه شفة ملوثة اختلطت مع مجاري الصرف الصحي نتيجة اهتراء شبكة المياه. كنت ألاحظ دايما بس تشت الدنيا بشكل قوي، لما تنزل ماء تنزل متغير لونها وطعمها، وأوقات ألاحظ في شقف حديد مصدر يعني بقلب الجلن. من طالب الإنروا المعنية على الجهات المسؤولة في المخيم العمل الفوري على تصليح هذه الشبكة من الصرف الصحي والمياه الشرب. المسؤول في اللجنة الشعبية في عين الحلوة فؤاد عثمان أوضح أن حالات تسمم عدة سجلت أخيرا، مناشدا الأونروا والدول المانحة لا سيما اليابان الإسراع بإنجاز مشروع البنى التحتية للمخيم كما وعدت سابقا، لأن الوضع لم يعد يحتمل.